سأبدأ مع حضرتك من البرنامج الأمريكي المطروح الآن. يحق لأي أمريكي لأول مرة برعاية لاجئين دون الحصول على موافقة من منظمات غير حكومية. الدكتور أيمن كان يتحدث عن أن النية والبرنامج يبدو إيجابي، لكن تنفيذه قد يكون صعبا. ما رأيك في هذا الأمر؟ أولا تحية لك، تحية للضيفين الكريمين، وتحية أيضا طبعا للمشاهدين الكرام. موضوع الهجرة واستقبال اللاجئين في الولايات المتحدة موضوع معقد جدا جدا، وهو من أهم المشاكل السياسية الداخلية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. الرئيس بايدن الذي هو من الحزب الديمقراطي يحاول أن يصحح بعض الشيء من التطرف الذي كان يسود الإدارة السابقة، إدارة الرئيس دونالد ترامب السابق، من حيث بناء جدار ومن حيث إعادة المهاجرين اللاجئين، عدم استقبالهم، إيقافهم عند الحدود في ظروف صعبة جدا ومزرية. من هذا المنطلق يحاول الرئيس بايدن التخفيف بعض الشيء من عناء الذين يودون القدوم بصورة شرعية، لاجئين ولكن بصورة شرعية عبر هذا البرنامج. هذا البرنامج مخصص ل 125 ألف شخص كما تفضلتم لمدة سنتين، 125 ألف كل سنة. الشرط هو تشكيل مجموعات من المواطنين الأمريكيين، هنالك تسمى مجموعات رعاية خاصة لدعم اللاجئين. كل مجموعة تهتم بعدد من اللاجئين لتشجيعهم على الاندماج، على الدخول إلى البلد، على الاعتياد على الطريق، طريقة الحياة الأمريكية. ولكن هنالك تحقيقات تجري ليس فقط مع اللاجئين الذين يأتون، بحيث لا يمكن استقبال اللاجئين بصورة عمياء، ولكن أيضا هنالك تحقيقات مع الذين سيرعون هؤلاء اللاجئين بحيث يتأكد أنهم يستطيعون القيام بهذه المهمة. من هذا المنطلق مثلا على كل شخص يود أن ينضم إلى هذه المجموعة من الرعاية أن يثبت أن لديه مبلغ لا يقل عن 2275 دولار. هذا لمدة مساعدة اللاجئين في أول 3 أشهر من قدومهم، مثلا دفع الدفعة الأولى من إيجار شقة، شراء ملابس، أمور من هذا النوع. أمر جيد جدا، أمر إيجابي، ولكن سيلقى الكثير من المعارضة من قبل الجمهوريين المتطرفين. ولمعلوماتك ولمعلومات المشاهدين، اليوم بالذات يحاول الحزب الجمهوري إدخال قانون. الحزب الجمهوري أصبح الآن يسيطر ولو بأكثرية ضئيلة على مجلس النواب، وهو في الكونغرس وهو يحاول إدخال قانون متشدد أكثر وأكثر كثيرا ضد اللاجئين، لدرجة أن بعض الجمهوريين المعتدلين يرفضون مثل هذا القانون.